الرعب. الرعب هو شعورك بالخوف عند رؤية ما هو غير المألوف. الخوف هو ما يسمى بالمخافة أو الخشية. وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى، وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. ديم ديم. مورغان الشاعر العظيم إزهير مقبوي نزل لي أبديت جديد، فيديو زي اللهم، إدت زي اللهم، شعر زي اللهم. لا الشعر مفشوخ من النت. وبالطقطقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوتيوبر هو إنسان زيك زيه، تصير له مواقف غريبة، تضحك، تفشل، مرعبة. إنسان عادي يا رجال، واجد مشاهير وهم جالسين في أمان الله يصورون، فجأة كذا تصير معه حاجات تخوف، مواقف مرعبة، أشياء تتحرك لوحدها، أصوات تطلع، والله حاجات توتر. مع أني ما أحب أحتك في الحاجات ذي، مو بلأني أخاف، بس الحلاقة اللي جنب بيتنا يحلق بخمسة بس عشان العيد يحلق بعشرة ريال. النصاب الكبير، وأنا واقع الآن في الديون للأسف. الحلاق يبغى مني 15 ريال، وأفكر أخذ قرض من البنك عشان أسد المبلغ المطلوب. فكرت إني أهاجر كوالالمبور، بس تذكرت إن السفر مو ببلاش إلا إذا بسافر مشيًا على الأقدام. فعشان كذا ساعد وساعدي أخاك وأخاكي البشري في حل هذه المعضلة، واشتركوا عشان يوصل 10 مليون مشترك قبل نهاية سنة 2021 هجري. وانحتوا زر اللايك، نبغى اليوتيوب يصيح صياح الصياحين. وبعد لا تنسى السلاح الدامي، القوة الخفية، اللمعان الدائم، الحماية الدائمة من الجراثيم، طقطقة التنبيهات. وش تحسبني بقول فول؟ اكيد طقطقة التنبيهات عشان تصير شديد البأس. من ما يبغى يصير شديد البأس؟ الكل يبغى يصير شديد البأس. بأس. وتبغى تعرف من اكثر ناس يدعموني لسداد دين الحلاق؟ المنتسبين الافاضل. وللمعلومية والتذكير والتنبيه، سيتم إعادة كتابة أسماء والبيوت والقرى من الفيديو الجاي. لا يمكن الهرب من الحكومة، لأن في واجد ناس غيروا أسماءهم وكذا. فتعالوا المنتدى، بتلقوا رسالة خاصة للمنتسبين. إذا كان اسمك مكتوب وغيرته ولا شيء، تعال واكتب في آخر رقعة في المنتدى اسمك قبل لا يتغير. ودام أننا تكلمنا عن المنتدى، أكيد شفت الرسائل الغريبة اللي نزلتها في المنتدى والستوري حق الانستغرام. روح تابعني. الصورة الأولى فيها شعار غريب يشبه شعار القناة، والصورة الثانية صورة غريبة ونفس الشيء في الانستا. ومرة شكرا للي خافوا علي وسائلوا عني وحسبوني مخطوف من مخلوقات العالم السابع. بس عندي لكم مفاجأة ما راح تصدقوها مهما تفكر فيها، ما راح تصدقوها. اسمع اسمع، كل واحد ينزل التعليقات ويكتب وش يتوقع المفاجأة. لا تغش، انزل وتوقع. عندكم 3 دقائق. 1 2 3 4 5. 3 دقائق، خلص الوقت. المفاجأة هي أني فتحت قناة رعب. يب، قناة رعب. هذه القناة اللي ما يحب ينام الليل. أوعدك الفيديوهات ما بتخليك تنام. شي جرب ولن تندم من الآخر. أنت شوف الاسم، حارة الرعب. شي بيوتيفول. ما بنزل فيها لين توصل أول 5000 مشترك، وبيكون صعب التنزيل على أكثر من قناة. عشان كذا ما بيكون تنزيل مستمر مرة إلا إذا كانت دعم حريقة. الرابط تلقوه تحت، ورابط قناة الجيمينج بعد، تعرف إيش لازم تسوي. وهذا المقطع يمكن فيه فجعة يمكن لا، أدري إن الشيء ذا بيكون مرة مرعب، أنا آسف، بس آخر فيديوهين كانوا بدون فجعة. فا يب انتبه وشغل يا مدير. مورغان أحمد مورغان، تعيش حياتكم بالمجان. اليوتيوبر الأول عندنا سيد، سيد هو يوتيوبر يحب المصارعة حب حتى النخاع. تذكرت إن كنا نسوي حركات المصارعة في المدرسة؟ ذكريات. لو يقدر يسوي حلبة مصارعة في نص الروف يسوي، ما عنده أي مشكلة. يوم سوى فيديو ستاب الجديد، صور لقطة لتمثال على شكل رأس أندرتيكر، وهو جالس يصور في ناس يقولون أن عيون التمثال كانت تلحق سيد. يا للرعب، والله شيء غريب ومرعب، رعب الرعيب. وزي ما قلت ما ابغى احتك في مخلوقات العالم السابع مره، بس بطبيعتي مغوار واحب المغامره وغريزتي قويه، فاكمل بارك الله فيك. اليوتيوبر الثاني عندنا في المقطع هو توبس، واللي عنده سلسله كامله في القناه عن الحاجات المرعبه. الشيء ذا معروف في كل الافلام، دائما اللي يقول قصه مرعبه تصير له حاجه مرعبه. الشيء ذا معروف، خلاص قانون دولي ذا، وصار له مواقف مرعبه في الفيديوهات، انتم شوفوه. بالسلسلة هذه أتكلم عن مقاطع مرعبة صارت مع اليوتيوبرز في نص فيديوهاتهم، ولكن ما توقعت بيوم من الأيام أن الأشياء اللي تخوف تبدأ تصير في فيديوهاتي. أيوة جل. أيوة، من كثر ما أدور لكم مواقف مرعبة تصير مع اليوتيوبر، المواقف هذه صارت بدل ما أدور عنها تيجي لين عندي. قبل كم يوم كنت فاتح بث بانستغرام مع هنودي أوسم، وهذا الشيء صار.
بودكاستك. والله شيء غريب، اللقطة دي عادية بس دي غريبة. تبس أتنصب على متابعيك؟ المتحري يتم تحريه الآن، ما خطبك يا صاح؟ والله ما تمشي علينا حركاتكم ذي اللي ما لها سند، دبر من وراك. سلام عليكم. عليكم سلام. لا لا وين رحت انت؟ كمل كمل. واليوتيوبر الثالث عندنا في الفيديو براون او بني، واو، واللي هو سوي فيديو ردات فعل على الدسات اللي صارت بين اليوتيوبر، صار له موقف غريب. دسوني ما صدقت، قلت كيف خلاص الدسات خلصت. دسوني ما صدقت، قلت كيف خلاص الدسات خلصت. يا ربا هذا اللي وراه ايش؟ براون يبدو ان هنالك خطبا ما، وش اللي صاير عندك؟ اقترح يا براون تترك الاغاني والغناء والعياذ بالله وتبدا تشتغل بالاناشيد. واليوتيوبر الرابع عندنا في الفيديو علاء، او علاء من قناه ديفل ستيشن، واللي اذا تذكرون لعبه انشهرت كان اسمها ويجا، وترى اللعبه ذي حرام للي ما يدري، وواجد ناس في اليوتيوب سوت تجربه للعبه وكذا، بس اللي صار مع علاء واخوياه ما صار مع اي يوتيوبر ثاني. شوفوا ايش صار. بس تهرب روح حقك فراد. ايش كان انت مسويها؟ لا التوف عليه. احلف ما سويته. لا احلف، ما قاعد احلف على اي شيء ترى. لا 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 شنو ذي؟ اصبر هي لحظه لحظه. انا انت واحد الدم؟ اي دم؟ قطره الدم. وازيدكم من الشعر بيتين وسياره، كلهم اقسموا انهم ما يدرون وش اللي صاير ومن وين جدي. انا ما عندي فكره اذا الجدار حقهم يسرب دم، بس اذا تسالني الشيء ذا ما هو طبيعي. صانع المحتوى الخامس اللي في مقطعنا لليوم هو باندريتا، واللي انتشر في الفترة الأخيرة فيديو مرعب له، وهو يوم كان يلعب ماريو ميكر خسر للمرة التريليون، وهو قام صرخ صرخة نداء الطبيعة، صرخة طبيعية. هذه الصرخة اللي ما يصرخها إلا اللي جالس يتكهرب 220، واللي خلت واحد من أهله يجي يطمن عليه. بعدها بندر قام عشان يشرح الوضع وكذا، وجلس يضحك ويضحك. أنت تخيل التوتر اللي صاير لبندر بعد ما صرخ. زبد يوم راح بندر يكلم اللي عند الباب، جلس شويتين وترك المتابعين بدون لا يسوي كت للفيديو، شيء غريب. وحنا جالسين ننظر الى الكرسي وهو يدور، والفقرات اللي على جنب، وماري هو يحرك عينه. ماري هو يحرك عينه. يا الهي ايش اللي صاير هنا؟ هاي بندر، في شيء هنا تحرك. بس بعد بحث واجتهاد وجهد وكد وعرق جبين اكتشفت ان الفيديو ذا كذب، وذا الفيديو الاصلي. يكتشف المورغان المورغاني، يتمرغن بالمورغان المورغين، مورغان الرجل الكبير، يا مورغان 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 المحقق مورغان. واليوتيوبر الأخير في المقطع حق اليوم أبو فلة. يب أبو فلة صار له موقف مرة مرعب ما حد تكلم عنه، ما أدري إذا انتبهت أصلا ولا كيف. تعالوا على ذا الفيديو، ركزوا في هذه اللقطة. والله اسف اذا انفجعت، اكتب لي في التعليقات. انا مره اسف، وبالله كنت احسب اني برجع العشر ريال للحلاق. يا ابوي ما عندك اي عشر ريال، حط في الجيب خلاص اختفت العشر ريال. تخيل اروح عند الحلاق اقول له هذه العشر ريال حقتك، وين عايشين احنا في دوره؟ وبس شكرا لمتابعه المقطع، لا تنسى تشترك. ايش اللي صار هنا؟ دايم اللي يقول قصص رعب يصير معه شيء مرعب كذا في كل الافلام. سلام.